أودع القرض الشعبي الجزائري طلب الدخول إلى بورصة الجزائر لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وكذا طلب فتح رأس ماله للادخار العام في حدود 30% من خلال طرح أسهم. إذ تضم بورصة الجزائر حالياً 4 أوراق مالية مدرجة، ويتعلق الأمر بكل من أليونس للتأمينات وشركة بيوفارم وفندق الأوراسي ومؤسسة صيدل، فضلا عن مؤسسة AOM Invest المختصة في الاستثمارات المالية. كشف بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن استصدار رخصة لتسويق منتجات جديدة من بنك الجزائر، ويأتي هذا الإجراء بعد تحصل بنك بدر على المطابقة الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى للصناعات المالية. وأوضح مسؤولون على مستوى ذات البنك أن تمويلات الاستهلاك تتمثل في مرابحة التجهيزات المنزلية، مرابحة شراء دراجة نارية، وكذا مرابحة شراء سيارة بنسبة قد تصل إلى 90% من قيمتها، وهو ما سيتم طرحه عند توفر المركبات المصنعة محلياً. أطلقت المديرية العامة للضرائب موقعاً إلكترونياً جديداً يتضمن معلومات وخدمات رقمية جديدة لفائدة المستخدمين، حسب ما أفاد به بيان للمديرية، بهدف إعلام المستخدمين يومياً وبطريقة سلسة وتفاعلية. وترتكز على استراتيجية الاتصال الخاصة بالمديرية إلى مرافقة وتوعية عامة الجمهور وبشكل خاص المكلفين بالضريبة حول الخدمات التي توفرها الإدارة الجبائية لهم، ولاسيما الخدمات الرقمية وكذا التدابير الجبائية المختلفة لتشجيع ودعم الاستثمار. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي عن تسوية وضعية قرابة 5000 ملك وقفي من مجموع يزيد عن 14500 وقف تم استرجاعها. وأشار الوزير أن العملية لا تزال مستمرة عن طريق تعميم رقمنة الأملاك الوقفية التي تتيح التعرف على كل الوعاءات العقارية والاستثمارات المتاحة مستقبلاً. بدأت نيجيريا تشغيل أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات في إفريقيا، وفق ما أعلنته شركة دانغوتي المملوكة لأغنى رجل في القارة. وتقع المنشأة على مساحة 2635 هكتارا في منطقة ليكي الحرة على أطراف مدينة لاغوس، وتقدر تكلفتها بنحو 19 مليار دولار. وأعربت الشركة المالكة للمشروع الضخم الذي بناه الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي عن أملها في طرح منتجات المصفات في السوق خلال هذا الشهر.